كيف نربط بين استواء الله على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل واختلاف الأوقات في البلدان؟ وليش تربط؟ يعني ما تحتاج تربط، هذا أمر الله، شأن الله جل وعلا. الإنسان لا يخوض في هذه الأمور الغيبيات. والله لما مدح المؤمنين جل وعلا ماذا قال في أول سورة البقرة؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة ذكرها للمتقى الذين يؤمنون بالغيب، فالله غيب. الإنسان لا يخوض في هذه الأمور، لأن إذا فتح هذا الباب لن يغلق، لن يحاول يقيس الله على نفسه سبحانه وتعالى. يعني مثلا الآن أنت إذا تكلم خمسة مثلا أمامك، هل تستطيع أن تستوعب كلامهم أو تقول لهم واحد واحد حتى أفهم؟ كم واحد يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم، أو يقول الحمد لله رب العالمين أو الرحمن الرحيم؟ ملايين الخلق في وقت واحد. والله تبارك وتعالى يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال الإنسان ذا قال شلون؟ طيب في واحد قاعد يقول الحمد لله، في واحد ثاني قاعد يقول مالك يوم الدين، في واحد ثالث قاعد يقول اهدنا الصراط المستقيم، في رابع قاعد يقرأ في وسط القرآن، في خامس قاعد يعصي، في سادس قاعد، شلون يسمعهم كلهم؟ كيف يستطيع أن يسمعهم كلهم؟ نقول هذا الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نوقن أن الله تبارك وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا تغيب عنه غائبة جل وعلا، وأن الله عنده مفاتح الغيب سبحانه وتعالى. فلا نقيس الله على أنفسنا. وكذا في هذه القضية، طالما أن الله جل وعلا قال لنا إنه استوى على العرش نقول سمعنا وأطعنا، ونقول استوى على العرش سبحانه وتعالى. فإذا قال لنا إن الله ينزل إلى السماء نقول سمعنا وأطعنا والله ينزل، ولا نخوض أكثر. يعني تصور، يعني الصحابة ما سمعوا هذا الحديث؟ ما قرأوا قول الله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، وقالوا قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ هل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل وهو مستوي على العرش وكيف يجيء وكيف ما قالوا هذا، وهم أحرص منا على العلم، بل ذهبوا إلى الفائدة. ولذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا جل وعلا، النبي يقول يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فقال الرجل ماذا؟ قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. بس هذا الذي استفاده، لكن ما قال شلون يضحك، طيب عنده أسنان ولا ما عنده، ما خاض في هذا، قال يضحك يضحك انتهى الأمر، ماذا بعد ذلك، ماذا نستفيد؟ ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأستغفر له؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال اللهم هذا سحر زين وأنا أدعوك فاستجب لي. بس جلس في هذا الوقت يدعو الله تبارك، لأن الله قال من يدعوني فأستجيب له، قال اللهم إنك قلت من يدعوني أنا أدعوك الآن فاستجب. بس فالأصل عدم الخوض في هذه الأشياء، لأنك في النهاية لن تصل إلى نتيجة، لأن هذا غيب. والأصل في المسلم لا يخوض في أمور الغيب، لكنه يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وانتهى الأمر، ليس لأنه الأمر معقد ولا يمكن، لا لا لا، لأنه لم يخبرنا فقط. ولذا قال ابن أبي العز وسبقه بذلك ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، قالوا ماذا؟ قال إن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، ولكنها قد تأتي بما تحار به العقول. يعني لا تأتي بالمستحيلات، لكن تأتي بما يحير، لأن العقول لها قدرة معينة، مثل سمعك، سمعك له قدرة معينة. إحنا لا نسمع الذي يدور في البيت الذي أمامنا هنا، لا ندري ماذا يدور فيه، لكن الله يدري، يسمعنا ويسمعهم سبحانه، بل يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور جل وعلا. بينما إحنا لا نسمع، لماذا؟ قدراتنا لا تعطينا أن نسمع هذا الكلام، لا نرى إلا لمسافات معينة وفي أوقات معينة وفي ضوء معين، في أشياء تحت أشعة معينة لا نراها، في أشياء لبعد معينة، في أشياء مجرد صير حاجز أمامك لا ترى الذي خلفه. بينما الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه مبصر جل وعلا،
تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، تقول عائشة والله ما بيني وبينها إلا جدار دخل بيتها، وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، تقول فسبحان من وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا نحن قدراتنا محدودة، عقلنا محدود، سمعنا محدود، بصرنا محدود، قدراتنا محدودة. يعني أحيانا تقدر تشيل 100 كيلو ما تقدر تشيل 200 كيلو، خلاص لقدرة معينة. تقدر تستوعب 2 يتكلموا ما تقدر تستوعب 10 يتكلموا، قدراتك محدودة. وهكذا حتى عقولنا محدودة، فكون عقولنا لا تدرك لا يعني هذا عدم وجود هذا الشيء. كوني لا أرى ما وراء الجدار لا يعني أنه لا يوجد شيء وراء الجدار، لكن أنا لا أراه، لكن يوجد شيء أنا لا أراه. وهكذا هنا، فلا نقيس الله تبارك وتعالى على قدراتنا ولا على عقولنا ولا على فهمنا أبدا. لابد أن يعلم أن الله غير سبحانه وتعالى. سم